النظام الإيراني يخنق شعبه، مجاعة تجتاح محافظتي سيستان وبلوشستان جنوبي غربي البلاد وتعترف بها السلطات، حيث لم يتمكن سكان هذه المناطق من تناول أي من اللحوم أو الخبز أو الأرز منذ ما يزيد على شهرين. وحتى إن توفرت السلع الغذائية فإن السكان لا يمتلكون قدرة شرائها مع الارتفاع الهائل في الأسعار، أوضاع دفعت بالعديد من السكان إلى النزوح لمناطق أخرى بحثاً عن الغذاء، إذ تعاني مناطق عدة أيضاً في المحافظتين من عدم توفر مياه صالحة للشرب بسبب رائحتها الكريهة وطعمها السيء، عدا عن تأكيد المصادر المحلية لاحتمال تفشي الأمراض وخصوصاً بين الأطفال بسبب سوء التغذية. مجاعة سببها إهمال وتقصير النظام المللي الذي يدير ظهره لاحتياجات شعبه الأساسية مقابل توجيه أمواله لدعم ميليشياته الإرهابية في المنطقة.